ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ذر آبائهم فهم غافلون صدق الله العظيم يا رب الرحيمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. بهية اصحي يلا. الو، ايوه يا عبدو. لا ما تخافش انا صاحيه، هقوم اتوضى واصلي. ربنا يفتح عليكي ويتقبل منك. مع السلامه. اخرتها ايه يا عبدو؟ انت كده مش مراعي مشاعري خالص. ايه خير؟ في ايه يا حبيبتي؟ احنا مش خلصنا بقى من الموضوع ده. موضوع ايه؟ يو موضوع سيف والرقاصة. ما خلاص ما بقتش رقاصة. يعني ايه؟ حكاية احكيها لك بعدين. أنا بس خايفة من كلام الناس. شوف يا بهية، زمان أبويا الله يرحمه وقفت في طريقه واحدة ألعن من فيفي. فضل يحاول معاها واحدة واحدة لحد ما هداها لطريق الإيمان. لو كان عمل حساب لكلام الناس مش كان ساب الشيطان ينتصر عليه؟ قصدك يعني إنها تابت على إيديك؟ استغفر الله ما تقوليش كده. تابت على ده ايه؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. يلا يلا نتوضى عشان نصلي الفجر.